يوم الخطوة مشيت لهم قلت لهم هاو منقلب هاو المنقلب. قال لهم انا نقبلوك. وقتاش نهار الفلاني تلبسوا الكتاء والكل جاء وحطوا لي على كتافي كيما الكابوت وفما ممزة مزاج ظلام فيه مناظر مزعجة. دخلت ما خفتش حتى وصلت بقعة أضواء لقيت ناس قاعدين عندهم أقنعة قاعدين سألوني جاوبت سألوني جاوبت. بعد قالوا لي يا مرحبا أنت توا تقول احنا راهو المقام تاعنا في 33 درجة ودرجة 33 فيها الموقر العظيم. انت باش تدخل الدرجة الصغيرة بالكل والحزب سيرتك ومعلوماتك وموقفك فيما يخص الاصطدام الأديان تترك ما كانش مطلوب عندك السر واحنا نعرفه السر لا يخرج مثلك نفسك. قال خرجت. السلام عليكم. بون هذه رسالتي شكون مازال من التوانسة اللي هو سليم الفترة وسليم الذهن اللي هو بالمجد يحب بلاده اللي هو بالمجد ما انت ما يدخلش في الكاذبات معناتها اللي مفبركة وحاضرة باش معناتها باش يبلعها ويتعدى اللي هي كذبة الديمقراطية اللي ما عندها حتى علاقة بالديمقراطية. ذكركم يا توانسة بجميع أطيافكم وخاصة اللي هما متحزبين وبدعاء انهم متحزبين زعما خدمة الوطن هما يكذبوا على رواحهم ويكذبوا على الناس انه نيتهم عمرها ما كانت تضرب تونس ولا كيفاش يقولوا مناعة تونس ولا كذا. لا هما غايتهم فقط الكراسي. اللي يحب بلاده ما يتحزبش خاطر الاحزاب ما تخلقت كان من القرن كيفاش يقولوا 19 من 1800 رد التالي وما كانتش فما احزاب. واللي خلقوا الاحزاب هما اليهود اللي خلقوا الاحزاب واللي هما شوهوا المفهوم الحقيقي للديمقراطية هما اليهود اللي خلقوا حاجة اسمها ديمقراطية تمثيلية معناتها فتق العباد احزاب احزاب باش يضربوا بعضهم وفي الاخر النتاج نتاع الفايده باش تكون اليهود اللي هما تمنكوا عليكم يا حشم اللي يسمع يا بقر. على خاطر اللي هو مش يدافع على بلاده يضرب بني عمه باسم التحزب وباسم كذا هذا ما ينجمش يكون يحب البلاد وهذا حمار خالص. ولهذا اذا تحبنا نرجع لاصل الدنيا وطبيعه الامور انه الانسان فيه زوز انواع. من كان فترته سليمة ما يرضاش على غيره ما يرضاش على روحه. وفما الإنسان الشاذ الله الشواذ هذوما توا اللي ولاو يتحكموا سواديزون في مفاصل الدولة من وقت بورقيبة ورد التالي تحت الاسم توا بتاع الدجل هذا بتاع الديمقراطية التمثيلية اللي تقسم الشعب أحزاب كل واحد عنده رئيس حزب اللي هو أصلا ولي نعمته مش حتى القاعدة الحزبية متاعه لا ولي نعمته هو اللي موله هو اللي عرف به هو اللي عمل له كيفاش يقولوا الكومباني الكتورال متاعه واللي مش يرد للجميل متاعه مش للشعب مش يرد للقاعدة متاعه لا مش يرد لشكون عرف به باش يغتصب النفوذ بدون وجه حق لكن بدمغجة وبتغرير بالقاعدة وبالشعب. دونك الكذبة هذه اللي اسمها مسمينا انتم ديمقراطيه ولا تمتوا بصله للديمقراطيه. خاطر الديمقراطيه الحقانيه تنبع من الشعب، الشعب هو يقترح النواب اللي هما ناس يعرفهم من الناس القراب ليه. تقول قراب ليه مش معناتها عنده علاقه وقفه وتحيه نتاع والديكم الكلاب حاشا من يسمع، نحكي للطحانه حاشا رجال. الناس اللي هما عرفوهم عمرهم كامل عندهم كفاءه، عندهم نظافه اليد في البلاد نتاعهم ولا في حومتهم ولا كذا. كل انسان يعرف ما ليه. وش جايب لك وجوه نكرة نكرة معرفين بيه ونفخان اعلامي اللي هو اعلام الدجل باش يعديوا عليك المهزلة والمسرحية بتاع الديمقراطية اللي فينا المول اليمين واليسار الكلهم تحت اولياء نعمتهم اللي مخلصين نفسه اليهود اللي مخلص اليمين واليسار. ها وش هي الديمقراطية اللي مقدمينها لك ما عندها حتى علاقة بالديمقراطية. دونك الشيوعية خلقوها اليهود الكابيتاليزم بطبيعتهم عاملين على الرباب الفوضوية خلقوها اليهود الأحزاب الكل اللي تصورهم في بالك الكل هي تركيبة يهودية واللي شجع على التحزب هم اليهود. يقول اليهود مش اليهود النظاف اليهود الشاذين عن الفترة أصحاب البنوك واضح. دونك لهذا
اللغة المضروبة هذه اللي وصلتكم تقريبا مش تهبلكم الكل التوانسة، وإعلامكم يكذب وحكومتكم تكذب والمجلس التأسيسي متاعكم يكذب، وانتم امكانياتكم الاقتصادية قاعدة تتدمر، وانتم اللي قاعدين تدفعوا في الفدية متاع الكذبة الكبرى هذه اللي حبوا يدخلكم فيها واللي ما عندها حتى علاقة بالديمقراطية. الله يا أما مش تفيقوا ومش تمنوا البلاد اللي بركتوها واللي معناتها تركوها الهمل هذوما الأحزاب متاعكم بكل كل بدون استثناء، احزابكم الكل في الساد، كل في الساد. دونك يا ما مش تمنوا البلاد نتاعكم مش تخرجوا من التحزب هذايا، ومش تعرفوا بالمجد تاخذوا حقوقكم تجاه حكومه مجرمه. الحكومه هذه حكومه مجرمه، ناس مظالمهم لتو ما تحلتش على خاطر قضاكم مجرم، ومحامينكم هما الخونه، تلقاهم في جميع مفاصل المؤسسات والمنظمات وكذا كذا، هما المحامين، هما المجرمين، وهما الفساد. مش نحكي في هوا في نفسي، نحكي تبقى المجلة الجزائية، الناس اللي تستغل معرفتها باش تغرر بالناس وباش تبلغ مسامحهم عكس ما هو الحقيقة، هذم ناس مجرمين. وما صار في صندوق النقد الدولي معناتها إرادة معناتها فرض إملاءاته على الشعب التونسي، وإن الثورة من البداية متاعها ما تركن العينين الزرق وشعر وصفر ماشيين سرار مرار على تونس. اخي الثورة لشكون عملناها؟ عملناها على اللي احنا ولا عملناها المذهب بوهم الكلب؟ وشكون دخلهم علينا هذوما الاجانب؟ مش الهمل الاحزاب هذوما؟ دونك ما جبت حتى شيء من عندي. دونك الاحزاب عمرها ما كانت تمثلك يا تونسي، فيق بس والديك فيق، عمرها ما كانت تمثلك الاحزاب. الاحزاب هي السكينة اللي مش تضحك، هما الناس اللي هما كيفاش نقولوا واخذين الثقة متاعك على سبيل الاستغفال. فيق هذوما ناس مجرمين الكلهم بيمينهم وبيسارهم، ونبثقت عندهم حكومة مجرمة. دونك هذوما الناس ما همش باش يجيبوا لك حقك، هذوما الناس اللي مش يسلبوك، هذوما الناس اللي هما مش يدمروك، هذوما الناس اللي مش يشتوك ومش يشتوا كيفاش يقولوا اهلك ونسلك ومالي باسم القانون اللي ما كتبتوش انت. القانون اللي هبط عليك مسقط من عند شكون؟ نواب كذابين اللي عمرهم ما مثلوك ابدا من وقت بورقيبه وبن علي والى يومنا هذا. نواب لا حول ولا قوة لهم. علاش؟ خاطر ما بتنصروا ولا من القوى المالية. بكل بساطة يندرى قولوا لي يا تونس تفهموا ولا ما تفهموش، نحكي معاكم بالفلاحي. هاي عندك حانوت يا سيدي حطيت فيه جيران، وقيت الجيران يسرق فيك، تستنى فيه مش يمشي وحده بس والديك فيق من البهامة متاعك يا تونسي. نحكي للتونس الكل تو بون الهمل متاع اصحاب رؤوس الاموال واللي يكيروا لهم كتف وكات وعمرهم ما عرقوا على اي حاجة، وكله من ظهركم وباستغلالكم وبالاستبلاه متاعكم، ما عندي حتى قدر ليهم هذوكم حاربهم ويحاربوا فيه. بون مش ليزون ميرد. دونك ياما مش تفيق على روحك يا تونسي، وتخرج في وقفة رجل واحد إذا عندك بالمجد ذهنك نظيف، وتخرج ضد الحكومة المجرمة هذية، وتمنع بلادك، وطرد كل ما هو العينين الزرق والعينين الصفر اللي حطوا خشمهم في الشؤون الداخلية متاعنا، والبوكشتة الشرابين بول البعير هذوما كيف كيف طردوا والديهم الكل وتسكروا مذهب ودينهم السفارات متاعهم، كي البلاد ترجع تسترجع العافية متاعها وقت ترجعهم. والجيش متاعنا واللي قاعد يقوم بالمهازل والمسرحيات اللي مشاو ضحيتها أولادنا الشباب متاعنا في جبل الشعانبي باش يعملوا مسرحية متاعهم الكبيرة، شبيه ما مشاش واحد من الطحانة من القيادات الكبرى؟ ها شبيهم دفعوا الصغار متاعنا باش يعملوا ان غرو مونسونج كذبه كبيره يروجوها في الاعلام فما ارهاب في تونس. برا لعنه الله على كل خاين امين. لوغ يا جيش ما تصوركش كلك ميليشيا، شنو هو الجيش متاعنا 45000 بل يحكيوا بهم 45000 قدام 10 مليون تونسي؟ تي وين عزتك يا جيش؟ وين العزه متاعك؟ جيش وامن يحبوا يفرضوا عليه بالسيف انه يولي ميليشيا لاصحاب رؤوس الاموال، لا مش حماية للشعب، لا ميليشيا أصحاب رؤوس الأموال. وكل جندي وكل بوليس تونسي يخرج في مواجهة ما هوش فاهم أصلا شنو اللي قامت عليه، ألوغ اللي قامت على المظالم اللي تكرس فيهم الحكومة هذه اللي باطرة حق الناس واللي هي قاطعة عليهم طريق العدالة عن طريق القضاة الفساد وكلاء الجمهورية الفساد والمحامين الفساد والخبراء العادلين الفساد. ما عندكمش منظومة عدالة في تونس، عندكم عصابة متاع إجرام واللي يزيد يزكيها الاعلام الفاسد اللي هو يضخم كل ما هو كذب قضائي باش كيفاش يقولوا يشوه اصحاب الحق والناس النظاف اللي يضربوا عليكم وينظف الخماج والمسخين. هاو شنو العصابه اللي تحكم فيكم؟ الو اذا مش
قوموا قومة رجل واحد وترجعوا الرشد نتاعكم وتفهموا أن التحزب هو فيه دمار البلاد وهكا مريتوا النتيجة وانتم ما حصلتوا حتى شيء. وشكون استقوى عليكم؟ الناس اللي حابه تتوظف في الامن نتاعنا كميليشيا، هون يقوي لك في الامن، يقوي لك في الكراب وفي المعدات وفي الطيار، ولينا عندنا هوليوود يقوي لك كيفاش يقولوا في الجيش طائرات كذا كذا. ما تحطش في بالك انه اللي جابوه هذاك باش يحمي مناعه الشعب، ولا انه باش يكون جيش جمهوري والامن الجمهوري، لا لا، باش يكون ميليشيا في يد العصابه الموجوده تويكا بالنهضه وبالبعض. يعني هو الرسول يتغير وما محمد الا الرسول قد خرج من قبله الرسول. يقولوا لا اله الا الله، كلمة لا إله إلا الله ما تفوتش الحناجر نتاعها. الكبشة همل اللي ما يعرفوش قياداتهم ماسونية، قياداتهم تلمودية. التلمود أكبر كتاب إرهابي، أكبر كتاب إرهابي، هذيك عقيدتهم سيدي. برا حلوا كتبهم شي، اقراوا التلمود شنو، اقراوا شنو التلمود، اقراوا شنو نظرته للمرأة اللي هي كيفاش تقول قريب تولي كائن ما عنده حتى قيمة، كائن نجس، كائن ما يتقربش، كان كذا. هاو التلمود، هاو العقيده نتاعهم. برا ثقف روحك يا تونسي، وما العقيده هذيك يبنيون على حقوق المراه وكذا، اللي احنا مسلمين وعمرنا ما عندنا حتى مشكل لا نتاع مراه لا مع راجل مع صغار لا مع كذا. دونك ازمات التلموديه يتكلموا بها باش يحاربوا هي اللي هي مع الناس مشاكلهم اصلا. هاو منين جاتكم الحركات والجمعيات وحقوق الانسان ومذهبهم الكل؟ كنا عايشين فتره سليمه، كنا عايشين مرتاحين التوانسه الكلكم، تتذكروا جدودكم اللي كنتوا عندكم يقظان على دياركم ولا سينيال دالار ولا ترولي في كتفوكات الصحه نتاعكم، والله مصلي على النبي، تضربوا حيط تنقبوه. هاي شنو حالتكم تويكا؟ وريني شنو حالتكم. 50,000 بلوكيوس على دارك وعلى دار جارك، وكي تقوم الصباح حتى ما تصبحش عليه وكذا. هاو القوانين وين وصلتكم؟ قوانين اللي عمركم كتبتوها بيديكم، كتبوا هاتم كتبان فرضوا عليكم فرض منهج حياه. الوغ الكذبة الكبيرة هذه اللي قاعدة تتمرر علينا من وقت بورقيبة بالشخصيات الطرطورية هذه اللي هي أصلها ماسونية في العمق، واللي هي كيفاش يقولوا دخلوها في الماسونية بالإرهاب من وقت الكولونيزاسيون باش يقضي قضيات، ويلزم يكون مزكي من عن طريق الماسونيين. اليوم قوة سرية ما يعرف حتى أحد، وقوتهم في السرية نتاعها ما عرف حتى اليوم. محمد صالح، محمد صالح راه مرسل فيها وفيها، قالوا عندك حل وحيد، تطلب باش تدخل الماسونيه. كيفاش؟ قالوا انا اذا تحب انا نقدمك تو يقبلوك كاميرا، يطلبوا منك شيء تاع شجاعه تقوم به. تو قالوا نقبل، نقبل شنو هذا؟ انا تو ندخل الحبس ولا يطردوني ولا انا خدت الكلب هذا دمي. قالوا لا، تو تدخل الماسونيه تغلبوا، ما يعملك حتى شيء، ما يجون لك حتى شيء. ايش نعمل؟ قالوا انت امشي قول انا عندي باش يعاوني ويقدمني محمد صالح مزالي في البيرو اللي موجود نتاع الماسونية في نهج اللي توا يقولوا نهج الدبشير، كان فما بيرو صغير. وغاديك ممكن تلقى القبطان الصيد، ممكن تلقى. قالوا تمشي نهار السبت الفلاني في الليل فتحة جنرال، تدخل للباب اللي يطلع للدروج بتاع جنرال في الليل، ربما عسى وعسكر وكل، وإذا كان يشدوه ولا يقتلوه يقتلوه، باش تطلع للدروج وتدور الدورة الأولى حتى للبيرو، هو نظنه ما يقفلوش، وإذا يقفل تلقى المفتاح، تلقى فوق البيرو منقالة، تهزك المنقالة اللي هي خاصة بيه ومعروفة ومقيد بها اسمه، تجيب هنا. ما كانش يراو لحد ربطت ولا يجرالك ولا تموت ولا احنا خطير. وبعد نهارين ترمي بيدو قابلت انا وياه، ما كلمنيش ما كلمتوش ما عملت شيء. ولكن يا سي محمود وقلبي بعد مدة القيد، شكون الرئيس الاعلى درجة 33 بتاع الماسونيرية وقتها في تونس التونسية؟ هو جنرال أزان اللي هو كان قائد الأعلى للجيش الفرنساوي في تونس، واللي هو زيت المنقالة من بيرو نتاعو، واللي هو قاعد الفوق والكل
البربر كيف هو رئيس الآلة بتاع المسؤولية التونسية. استدام الأديان تترك.